حضرتنا دي. ويلي ومهمي والله، فيها أفكار كثير مهمة. لازم ايه حكيم، توكل على الله، قول يا رب. قاعدين مباشر يا جماعة. ايه حكيم، قول يا رب. يمكن ما بعرف، المعظم يا ما رب بيقدر يفتح المايك، شيء توكل على الله. تمام، يلا بسم الله. التسممات المهنية، هلا درسنا سابقا محاضرات سابقة، هلا راح ناخذ شيء اسمه التسممات المهنية بالمواد الكيميائية وعلى رأس الرصاص. طبعا الرصاص لأخذ العلم انه هو عنصر معدني، عنصر بيتواجد بالطبيعة بأكثر شيء نحن بنلاحظه أيهون. حقيقة أنا شفت كثير حالات بصناعة البطاريات، يعني جونا احنا كثير عناصر للأسف عندهم مشاكل فقط لأنهم صنعوا بطاريات فتسمموا بالرصاص. وطبعا التسمم بيكون على طريقة مزمنة أو حادة، للأصل في التسمم غير المقصود هو التسمم المزمن. الرصاص مثل ما بتعرفوا بيستخدم كمان ب دواتر عند الأشعة السينية، يعني أي مركز فيه تصوير شعاعي بسهولة، وهذا شيء متوقع. يعني حاجز رصاصي بيمنع عبور الأشعة السينية من داخل مركز الأشعة، يعني عنصر الرصاص ومهم في الامتحانات او في المقابلات. المهن بتعرف اي مهنه بتدفع في الامر هذا، اي مهنه بتعرف في تصنيع واستعمالات الدهان والالوان والصباغات. الدهان دهانية طبعا بيسموه بتصنيع الزجاج الملون بيلعب في البطاريات، وهذا شيء منتشر عندنا في المحطه. الطباعه طبعا كونكم طلاب، يعني وصناعة السفن ومواسير المياه. مين بيعرف هيك شغلة؟ متى واحد قرأ مثلا شغلة انه خالية من الرصاص، مين بيعرف هيك مادة بينكتب عليها خالية من الرصاص؟ حكيم الدهان يمكن، مو هيك؟ ايه، هل الدهان حكما في رصاص، بس فيه شغلة يعني ملاحظة مكتوبة بالاسواق، خالية من الرصاص، خالية من الرصاص. شغلتين طبعا حسنا نعد لكم اياهم. أنا انا بي اقول لكم يا بالتمديد جماعه، صحيح؟ نعم أنا بي بالتمديد الصحيح؟ نعم بس هذا مو خالي من الرصاص، يعني هذا اكيد في رصاص. لاحظ العاب الاطفال، العاب الاطفال مكتوب عليها خالي من الرصاص، خالي من الرصاص صح؟ إذا البنزين والألعاب الأطفال هن مكتوب عليهم خالية من الرصاص. طرق دخول الرصاص إلى الجسم أهمها الابتلاع والاستنشاق والامتصاص عن طريق الجلد. بالنسبة للابتلاع مع الطعام، جزيئات دقيقة شكل كلور الرصاص وهذا يمتص. طبعا من مساعدات على امتصاص الرصاص نقص الحديد ونقص الكالسيوم ونقص الزنك في الجسم. مثل ما هون كانت تبين انه مثلا العاب الاطفال الملونه بصباغات رصاصيه سببا هاما لابتلاع الرصاص مما قد يسبب اذيه دماغيه للاطفال. لذلك لك من شروط قبول اي لعبه طفل تكون خاليه من الرصاص. استنشاق اغبطه وابخره الرصاص، كان الرصاص منبعث من عوادم السيارات ويمكن تسبب اذيه دماغيه للاطفال. طبعا عادة ما بيأثر في البالغين قد الأطفال. تمام يا جماعة، والدهانات والألوان والصباغات والأمور هاي. بالنسبة لاستقلاب الرصاص، لأن الرصاص ما في شك تمتص بعد المعدة من الأمعاء وبعد استنشاقها. طريق الهضم 10% من الجرعة المبتلعة و90% بيطلع مع المخلفات. ليش بيزداد امتصاص الرصاص بحال عوز الحديد والكالسيوم والزنك؟ لأنه الجسم بيتعامل مع الرصاص على أنه مادة معدنية مثلهم، عرفتوا كيف؟ عنصر معدني مثلهم،
فبيزيد يعني لما بيصير عنده نقص في الحديد فبيزيد رهبته لامتصاص، هو بفكره الحديد بس هو عم يمتص رصاص كمان. تمام، امتصاص عبر الرئتين هو مختلف تماما، يعني يختلف وفقا للحجم الرئوي قياس الجزيئات. عادة الجزيئات نحن قلناها أقل من ميكرون أو أقل من 3 ميكرون توصل للأسناخ. تمام، ويعني الجرعة الطبيعية لحدود 150 جرام بيحسن مثلا الرصاص بعد ما يتخزن لحكيم. ما بعرف النت عندك ولا عندي أحسن ضعيف، شيء يعني يروح. الصوت عم بيقطع كتير، ما بعرف إذا كان عندك ولا عندي. إيه عندي كمان عم يقطع. لحكيم كأنه تمام النت عندك مكمل ضعيف. كامل. النت حكيم إذا سامعني صوتك عم بيقطع كتير كتير، في مشكلة بالنت عندك؟ الصوت واضح عم يقطعش، عم يقطعش حكيم، عم يقطعش. هذا للأسف عم يقطع صوت. بطيء معي يا شباب. يا شباب معي تظاهرات سريرية. على يا شباب النت عندي فصل ولا حدا سامعني؟ سامعك سامعك، بس الدكتور صوته قد مو طالع.
دكتور ما في صوت. دقيقة يا جماعة، ما بعرف، حتى عندي بحاول أضيف الدكتور على الاجتماع، ما بيمشي الحال، نت حتى عندي سيء وعنده سيء. أنا كان حاسس إنه في مشكلة في البرنامج نفسه، مش الحال؟ يعني حكيم قطع شوي الصوت، بعد استقر، ما بعرف، بتحب نرجع نحاول؟ باشر، توكل على الله، نشوف إذا مش هالحال طيب، حطلنا على نكمل. سريريا، بهمنا التظاهرات السريرية للتسمم بالرصاص. يا أنا سريريا يا جماعة، نحن مثل ما كنا بنتوجه دائما للأمراض المهنية من المهني، تمام؟ إنه مثلا مثلاً بيشتغل، بيقول لك مثلا بياع بطاريات، ماشي؟ أو بصنع بطاريات، هذا الأمر هو بيوجهنا للأعراض، لأنه هاي الأعراض عادة تختلط معنا مع كثير أمراض، تمام؟ بس الموجه للأمراض المهنية هو المهني بحد ذاته. بسبب التسمم بالرصاص، ألما شديدا في البصر، يدعى المص الرصاصي، تمام؟ وصداعا واعتدالا عصبيا محيطيا، طبعا السبب زوال المادة النخاعية للعصبونات الطويلة، تمام؟ شلول عصبي رنح، يعني بيأثر على المخيخ، فقدان ذاكرة وتبقع الأسنان ودثي إسفنجية، وسبب تليون العظام، وبيعطي مظاهر فقر الدم، لأنه يعني قلنا إشارة الرصاص بتنافس إشارة الحديد، ومظاهر إصابة الكليتين وقصورهما المزمن. ترتبط هذه الأعراض بارتفاع مديد لتركيز الرصاص في الدم أكثر من 800 ميكروغرام في اللتر. طبعا نحن ما مثل ما بنعرف، أي مرحلة قبل ما تظهر هذه الأعراض في اسم مرحلة تحت سريرية، بتكون تراكز الرصاص أكثر من 300 ميكروغرام في اللتر، أو إنه بصير عندنا مثلا فرط ضغط أعلى من الدرجة الأولى، جميل عصبي محيطي وكليتين، بتظهر أعراض بس المركزية ما بتظهر الأعراض في المرحلة تحت السريرية. في عندنا نتائج الفحوص متممية، طبعا احنا قلنا شو بنتوجه له؟ بنتوجه له عبر المهني، بنصير نطلبهم تركيز الرصاص في الدم، بدي فقر الدم نقص الحد فين ام دلتا كذا، كثير مطالبين بحفظ هذه الاسماء، ما دول اللي يعني تكون امور اختصاصي بحكي. بس طبعا نعرف ان الرصاص بيأذي الكلي طبيعي او مي طبيعي، مثلا مثل تركيز 150 او 800 ميكرو جرام في اللتر، هاي تراكيز مهم. تدابير وقائية، يا ريت تطلعنا التدابير الوقائية. طبعا ما في شك، التدابير الوقائية هي الإقلاع من التلوث البيئي للرصاص، استخدام البنزين في الخالي من الرصاص، استخدام وسائل الحماية الشخصية، وفحص الطب الدوري للمعرضين. بالنسبة معقدة مثل كالسيوم دي صوديوم، مربوط لها بالاي دي تي، والمادة الثانية دي ميركابورول والدي بنسلامين. طبعا كلمة دي يعني لاحق إزالي، مثل دي هيستامين، إزالة الهيستامين. آمين. هاي الأدوية مهمة بحالة تلوث بالرصاص، طبعا نحن بنستخدمها في راحة المرات، ما عاد في علاجات. هاي المركبات تستخدم لربط المعادن السامة بمركبات دورية ثابتة مستقرة، المقصود فيها ما تأذي، يعني ما يشاردي ثابتة مستقرة، ذات سمية منخفضة نسبيا وتنطرح عبر الكلى. بالنسبة للجرعات،
لا واحد ونص جرام لكل متر مربع من سطح الجسم، وجدي من 20 ميلي جرام لكل جرام. طبعا لازم تحفظ الجرعات. بالنسبة للملاحظات ما في داعي نحفظها. تسمم بالسرنيخ، إيش خلصنا تسمم بالرصاص. معظم التسممات راح ناخذ نفس الترتيب. التسمم بالزرنيخ، طبعا مرحلة الزرنيخ تدخل في تركيب المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض ومضادات الفطور والمحاليل المستعملة في إنتاج الزجاج. الزرنيخ ما نعرفه، نحن بنستخدمه أطباء الأسنان نحطه في البص عشان يموت عصبه، طبعا بيعرف على فر البص. تمام، حطينا على الزرنيخ أخي إسماعيل، على الزرنيخ. حكيم النت عندي كتير سيء، إذا سامعني ما بعرف، أنا حطيت على الزرنيخ بس ما بعرف إذا نحط ولا ما نحط، للأسف ما بعرف، النت بمارع سيء كأنه اليوم بالعموم. ايه نحط الزرنيخ هلا، طالع استقلاب الزرنيخ. بصراحة مو في الحرب، يعني النت راح يضل ضعيف والله. استقلاب الزرنيخ، طبعا نحن بيمنا الزرنيخ كمواد موجودة في المجتمع يا جماعة، وللأسف بيستخدموها في الانتحار. ضروري نعرف عنه كتير أمور، إنه شلون نحسن نتخلص منه، شلون نحسن نعطي أدوية إسعافية له. الأعراض السريرية، طبعا الزرنيخ الهيدروجين بيتحد مع خضاب الدم بسبب انحلال شديد للكريات الحمر، بالتالي فقر دم وبيلي خضابية، تليها بيلي دموية لأن تتنخر الكلية، وبالنتيجة يكون يحدث إعرقان شديد. التسمم الحاد بالزرنيخ، بعد ابتلاع الزرنيخ تحدث حرقة في البلعوم، عسرة بلع، غثيان، إقياء، إسهال، هبوط ضغط، تسرع بالقلب. أهم شيء في عندنا رائحة الزفير تشبه رائحة الثوم. طبعا الزرنيخ ريحته كتير بشعة مميزة، إذا بتشموها مرة ما بتنسوها أبدا. وبيعطي أعراض عصبية مركزية كالهذيان والسبات ونوب من الاختلاج. طبعا مثل ما حكينا بيعمل تنخر حاد للأنابيب الكلوية. تظاهرات سريرية، مشان نقول إنه هاي شيء مهم جدا بالنسبة للزرنيخ، لأنه هذا المريض ممكن ما يحكي، يعني بياخذ جرعة زرنيخ وبيحاول انتحار وما بيقول إنه أنا أخذت زرنيخ. فهي العلامة السريرية مميزة للزرنيخ. تمام، أما بالنسبة للتسمم المزمن فعادة بيظهر في غضون 8 أسابيع من تناوله، يترافق من ناحية جلدية بالتهاب جلدي، وهذا ظهور خط البريشميس. أنا ما عرفته، وأنتم ما أنكم مطالبين بمعرفته. عادة بنشوفه خلال 3 أسابيع من ابتلاع الزرنيخ. طبعا يعني الزرنيخ يعني ابتلاعه أو يعني تناوله بطريقة مزمنة بيؤدي إلى التهاب حنجرة ورغامة وقصبات. بالنسبة للفحوص، قلنا أول شيء التوجه للتسمم بالزرنيخ. عادة تنظير شعاعي التجويف البطني يظهر تراكم الزرنيخ لأنه غير منفذ للأشعة السينية، يعني مثله مثل المعادن عمليا، شلون نحن مثلا دبوس أو غيره. بالنسبة للصورة الشعاعية بتأدي للزرنيخ أنه غير، يعني لأنه كتيم وغير نافع منفذ للأشعة السينية. طبعا الزرنيخ يطرح عبر الجلد والأظافر، لذلك نحسن نكشفه من الجلد والأظافر. شعر، عفوا، شعر الأظافر. ليش؟ لأنه يعني ما بعرف إذا بتتذكروا إنه مثلا ياسر عرفات بزماناته رئيس منظمة التحرير الفلسطيني سممته إسرائيل بالزرنيخ، كشفوه من الشعر والأظافر. طبعا سمموه بطريقة مزمنة وليس بطريقة حادة. فحص الدم بيبدي فقر دم، قلة كريات بيض، تخضب الدم وتركيز الزرنيخ في الدم يكون أكثر من 30 ميكرو جرام في اللتر. فحص البول، قلنا بيلي بروتيني، بيلي دموي، بيلي خضابي. تمام، انتوا بتعرفون ايش الفرق بيناتهم. وتركيز الزرنيخ في البول بيكون أكثر من 100 ميكرو جرام في اللتر.
طبعا وضع في الكبد تكون شاذي بسبب اضطرابات يعني المعالجة. إبعاد العامل عن مصدر، إبعاد الإصابة عفوا عن مصدر التلوث، طبعا إبلاغ جهات مختصة، استعمال مركبات معقدة مثل ما حكيناها هي الـ EDT والديبنسيلامين. تمام، هاي المواد طبعا للأسف كمان بدها مراقبة وظائف الكلية لأنه كثير سامي. بالنسبة للكروم والكادميوم للاطلاع معكم مطالبين فيه. تمام، إيه الزئبق. الزئبق مهم كونه نحن يعني نتعامل معه طبيا، نتعامل معه بيستعمل في صناعة الأدوات الصناعية والمبيدات الحشرية والأجهزة الكهربائية عند أطباء الأسنان نستخدمه، وتم تعرضه بالاستنشاق أو الابتلاع والامتصاص عبر الجلد. سميته سمية عصبية بداية، اضطرابات كلوية، اضطرابات جلدية ومخاطية، أمراض رئوية مثل التهاب القصوات ذات الرئة. الفحوص النوعية ما في عندنا فحوص نوعي، أهمها معايير كمية الزئبق في عينة بول 24 ساعة. لمعظم هدول التسممات يا شباب اللي ذكرناه هون معايير البول في 24 ساعة هو الكاشف لهم. طبعا كأي نتيجة مخبرية بيجيك القيمي وبيجيك القيم الطبيعي حدها، فأنت لما تجي القيمة عالية جدا فخلاص تستنتج من هذا التسمم بهاي المادة. بالنسبة للنيكل كمان للاطلاع ما بيهمنا. التسممات المهنية تمام، الغازات المخرجة الآن غازات أذية حادة أو مزمنة طرق تنفسية تقسم إلى نوعين، منحني وغير منحني. منحني بالماء مثل ثنائي أكسيد الكبريت والأمونيا والكلور تغشش الدم، وأمثلة عليها الكلور مثلا تستخدم للتطهير. الكلور هذا بنشوفه عليه في تصنيع عملات حشرية والمطهرات المضيئة المنزلية بنشوف الكلور كثير. استنشاقه يعني إلى سمي طبعا إلى تهيج، هاي كمان بشوفه كون اختصاصي ذرع الحنجرة. بيجوني كثير ناس مثلا بعد ما امرأة حاولت تنظف أرض البيت بالكلور بجو مغلق فصار عنده سمي في سمين حادي وتخريش شديد الجلد والأغشية المخاطية العينية وما يسمى التهاب الرغام أو قصبات بس شاركه. المزمنين بيؤدي انسداد مديد المجرى الهوائي ونقصاً طفيفاً في الدم. بالنسبة للمزمنين مهم بالنسبة هو أهم شيء. غازات المخرجة غير ملي بالماء كأكسيد الأزوت والأوزون تكون مشكلة في هذه الغازات أن تستنشق العمق الرئتين بدون إنذار أو مثال كمثل على ثنائي اكسيد الازوت. طبعا مثل ما بتعرف ثنائي اكسيد الازوت كان يستخدم يعني غاز بعدد الغاز ناتج عن عمليات اللحام وحرق المواد والصناعات الكيميائيه. سميته يمكن ان تحدث وزمه رئويه خلال ساعه الى ساعتين من التعرض الشديد لهذا الغاز، وهذا كلام كثير خطير يعني خلال ساعه ساعتين كثير قليل، ويمكن ان تحدث وزمه رئويه متاخره. طبعا يعني بقول لك العمال اللي بيبقوا احياء هذول محظوظين. غازات الخلقة مثل أي غاز بتركيز مرتفع ممكن يزيح الأكسجين، كما بنعرف سابقا بالاحتراق غير كامل بيؤدي لغاز أول أكسيد الفحم CO بيكون تسمم فيه غير عكوس، طبعا مسؤول عن كثير من الوفيات للأسف. لا تسمم الاحتراق غير كامل للفحم CO مثل لما نشوف ناس بتدفع الفحم الحجري، للأسف الفحم الحجري عنده احتراق غير كامل وبغلق بيسحب الأكسجين من الغلاف يحل محل الأكسجين. قلنا زكاتك على يعني نزلنا على تسمم بغاز أول أكسيد الفحم CO. إيه محطوط عليه حكيم. قلت لك الله يا حكيم حاطط عليه.
بس وصلنا على الفلور مات. معلم. لا حكيم والله حاطط اول اكسيد الفحم، الله وكيلك. يلا تمام. بس بقى اذا كان النت مقطش على من عند الكلور ما بعرف. طيب يا غلط، طلع عندي غاز اول اكسيد الفحم. مو عرفنا ايش اول اكسيد الفحم، ايش في مشكلته، ايش سميته. طبعا هذا البحث هام، هذا اول اكسيد الفحم. يعني ضروري نعرفه انه هذا الغاز بيرتبط بخضاب الدم بولع يفوق الاكسجين 240 مره. طبعا انتم درستوه في غير اماكن بتوقع. بيمنع اطلاق الاكسجين من الخضاب، وهون ما بقى يعني صحيح الخضاب حامل الاكسجين بس ما عاد يحسن يطلقوه للاستفيد منه الانسجين مثل العضله القلبيه والجبن العصبي المركزي. حصول نوعيه معيار سي او اتش بي، يعني خضاب احنا نسميه كربوكسي هيموغلوبين، كربوكسي هيموغلوبين في الدم. ما تقول من مهمات ثلاث ما في داعي تقولهم. مثل ما قلنا يا جماعة باعتبار في نهاية البحث التوجه للتسمم بيكون عبر المهن، يعني نسأل ايش بتشتغل، نحن ضروري نعرف المهن اللي بتولد التسمم بايش. بالنسبة للسرطانات المهنية المقدمين تقروها بهدوء، ما فيها شيء يعني مو واضح. خلينا نحكي عن المميزات الخاصة للسرطانات المهنية. تمام، حطينا على الميزات الخاصة. حاطط حكيم، حاطط، أنا متابع معك خطوة بخطوة، بس إذا في أي تأخير فمن النت. عنا مظبوط، التوضع السرطانات المهنية. إن يعني هي مثلا في العضو هو اللي بيعمل سرطان، أكثر من سرطان في الجلد والرئة والمثانة. المثانة بتصفى المواد السمية، أكثر شيء بيتركز فيها يعني في المثانة، وبعدين بينطرح عبر البول. فالجلد والرئة على التماس أولي، وخلينا نقول المثانة هي التماس ثانوي للمواد السامة. هاي ثلاث أماكن يعني مهمة. بس إذا قلنا إن شيء السرطانات المهنية لازم نعرف إن هي أكثر شيء في الرئة في المثانة. تمام؟ معدل الإصابة بالوفيات بترتبط المعدلات بالفعالية المسرطنة للمادة ودرجة التعرض ومدة التعرض. تمام، بالنسبة للإجراءات الوقائية عادة يعني بيتخذوها العمال. طبعا بسبب تطور هذا الجزء من الطب الوقائي، فصار في عندنا كتير أمور لهذه الأمور. يعني أنا مثلا قرأت فيما مضى عن إنه العمال بيشتغلوا بالرصاص، و يعني هذا بينتجوا بس بدلات الفضاء او مثلا الرصاص العازل للاشعه، بيعطوهم كل يوم حليب، كل يوم هن بيعطوهم حليب. مثلا كل يوم اخي تعال، انت مطلوب منك كل يوم تشرب لتر حليب، مشان ما نقول لك اشتري وانت ما تشتري وتوفر، نحن نعطيك لتر حليب مجاني. بجيبوا للعامل كل يوم الصبح لتر حليب مجاني، بيقولوا اشربوا، لانه الحليب مثل ما بتعرفوا في خالبات لهالمواد هاي السامه. هلا في هون تعاريف، نحن مدة التعرض، فترة التأخر، مرحلة سكونية. يعني اللي بيتعمق بالطب الوقائي ضروري يعرف هدول التعاريف. مدة التعرض واضحة بتوقع، فترة التأخر إنه إنسان مثلا دخن على سبيل المثال 10 سنين بعدين وقف التدخين، قد بيضل تأثير التدخين دخنه 10 سنين في إنتاج أمراض سرطانية عادة، هاي اسمها فترة التأخر. وبعدين في عندنا شيء اسمه تعريف المرحلة السكونية، هي الفترة الواقعة بين بدء التعرض للمادة المسرطنة وظهور العلامات الأساسية أو السريرية للسرطان. تمام، هذول يعني ضروري نعرفهم، مو يعني بالتفصيل بس كتعريف. يعني لازم نحسن نتقن هذه الأمور. ما نسمع فترة التأخر، هو واحد مثلا نحن نقول التدخين أخي مؤهل لسرطانات الحنجرة، بيقول لك دكتور أنا وقفت للتدخين، مش قد صار لك موقف 3 أشهر؟ تمام، مش قد دخنت أنت 30 سنة؟ يعني هل يعقل انت 3 أشهر وقفت راح زال سمية 30 سنة؟ أكيد لا. تمام؟ طبعا السن دي يلعب دور مهم. السن كل ما كان أصغر كل ما كانت النسج الرخوي أكثر، كل ما امتصت العامل السام أكثر، كل ما صار أنه يعني أهبي أكثر للسرطانات. الجنس ما في شك، في ميل للذكور
او عفوا الرجال في اصابه في الاصابه بالسرطانات المهنيه بسبب انه بيطلعوا بيشتغلوا اكثر شيء. وهلا ضمن المطالبات بمساواه المراه والرجل راح تنصاب المراه نفسنا بالسرطانات المهنيه. هاي يعني شيء ايجابي اجتنا. بالنسبة لمواضع السرطان التي أثبتت علاقتها بالسرطانات المهنية، هذا الاطلاع، هذا الجدول محطوط للاطلاع تمام. الجدول الثاني مو للاطلاع يا جماعة، المجموعات المهنية ذات الخطر المرتفع لحدوث السرطان، هذا مو للاطلاع طبعا. القروب بهدوء يعني نوهنا إلى معظمه. نلاحظ آخر شيء عمال الصناعات النسيجية وعمال الصناعات الخشبية تؤدي إلى زيادة في السرطانات الجيوف الأنفي والجيوف الأنفي والجيوب الأنفي تمام. هاي الصناعات النسيجية العموم وعمال الصناعات الخشبية. هذا طبعا جدول ثاني مو للاطلاع، لا جدول يعني هام ولازم نتوجه له تمام. بالنسبة لإجراءات الوقائية من السرطانات المهنية يعني ما في شيء مثلا مو مهم، ما في شيء عفوا مهم يعني كلام مفهوم بالنسبة للجميع من ناحية الحماية، وإنه نلبس مثلا قفازات، نلبس مثلا الأمراض اللي بتصيب الأقدام أثناء الزراعة هي بسموهن جزمات لفوق لعند الركبة. ماكم مطالبين بهاي أول صفحة، صفحة 44 كليات الاطلاع تمام. حتى نسجل من الاطلاع لما نروح نجيب لكم منا أسئلة، يعني نقول لكم الاطلاع وتروح نجيب لكم أسئلة. ما بيأثر كم ما بيأثر، احنا بتجيبنا الأسئلة بنحاججك فيها بعدين، تحذف سؤال بتروح على الانترول كل المكسب معنا وهيك. طيب هلق الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل حيوية، وهذا بيهمنا الأمر. في بعض المهن الحقيقة بتصيب يعني بتصيب أن عوامل حيوية أكثر من غيرهم. مذكورات أيهون نحن عنا مثلا بيعملوا بحقول الأرز، في عندكم داء هذا أوالي مثل مثلا داء المنشقات والملقوات ماشي. طبعا نحن داء البرميات شفتونا هذو عمال مناجم هذو بجمة الديدان صغار بصيبهم بصيبهم. طبعا بالنسبة للسلك البيطري بتعاملوا دائما مع الحيوانات ومزارعون، بصيبهم حمى مثل الجمرة الخبيثة والبروسيلا، البروسيلا اللي بيتعاملوا مع الحليب غير المغلي، وحمى كيو أو داء الببغائي هذا بيتعاملوا مع الطيور تمام. بعض الأخماج الفطرية والطفيلية اللي بتصيب الطيور بتصيب الإنسان. بالنسبة لأفراد السلك الطبي نحن يعني أو السلك جانب الطبي المخصوصين للتمريض بصيبوا أمراض خمجية عادية مثل العدوى، وفي عندك شغلة مثل الإيدز مثلا والتهاب الكبد بي أو سي. التهاب الكبد بي صار اللقاح مثل ما بنعرف، التهاب الكبد سي للأسف ما صار اللقاح، فدائما احنا لازم ناخذ حذرنا. والإيدز ما زال المعضلة البشرية عم تعاني منها. طبعا الإيدز يعني أسوأ شيء فيه إنه ممكن ينتقل عن طريق الدم، عرفتوا كيف؟ يعني إنسان ما له خبر تقلو ديز ما شفنا زمان دكتورة في منطقتنا للأسف، جراحة نسائية تشتغل عمليات قيصريات يعني عادي، جراح يعني ممكن يخش أصواته بالإبرة الخياطة عادة يعني وارد يعني الأمر. للأسف طلع مع المريضة إيدز وهي ما بتعرف المريضة طبعا، وصار مع الدكتورة إيدز للأسف. يعني هاي أمر مهم مثلا نحن أفراد السلك الطبي يكون حذرين التهاب الكبد بي أو سي عفوا والإيدز. الأمراض المهنية الناجمة عن عوامل الاجتماعية والاقتصادية يعني يقصدون على الضغط النفسي والضغط النفسي، هاي للإطلاع. كلياتنا متوترين ومضغوطين نفسيا الحمد لله. وهيك صح نظامي حكي هلا راح يضيفوا الأمراض الناجمة عن ضعف الناس هلا بعد هالمحاضرة. أيوه. لقد الأسس العامة للوقاية من الأمراض المهنية يعني طلعوا عليها اطلاع بالنسبة لترقية الصحة اطلاع. بالنسبة للوقاية والنوعية لا هاي هام تمام.
الإجراءات الطبية اللي بنحسن نحن نقوم فيها في بالنسبة للأمراض المهنية، اللقاحات مثل ما قلنا الكهربي لم يعد عنصر بيخوف نحن العناصر الطبية، لم يعد مرض بيخوف العناصر الطبية بسبب وجود اللقاحات. موضوع اللقاح كثير مهم. كمان في عندنا تلقيح ضد وصيات سل الفئات الخطيرة، حدي مناسب للأطوات تمام. بالنسبة لإجراءات هدف لوقاية الجسم من العوامل الفيزيائية، مقصود فيها مثلا بيشتغل بالجنب وغيره، في له ثقافات دروعة، يعني قصده أنه مثلا تحط درع مثلا عشان تحمي حالك من الإصابة تمام. كريمات الواقية للجلد التقليد النظفتي، حمامات يمع المعدة خاصة تعمل بيتعرض حمام حتى ضمن المواد معقمة، تلبس ثياب تشتغل تطالع إجباري وتعرض كمان لحمام جديد وتطلع تمام. فأشياء هذه كمان كثير مهمة. بالنسبة للوقاية من الاستنشاق، استعمال أقنعة وجهية مناسبة. الإجراءات الطبية هون يا جماعة مهمة شوي. التثقيف الصحي فيما يخص المخاطر المهنية الكيميائية وتطبيق تدابير الوقاية. الإجراءات الهندسية مثل ما حكينا، تهوية المكان، ما تخلي تركيز الغبار المسيء للرئتين يعني بالهواء، دائما نبخ مياه على الأسطح، تهوية مناسبة، تكون درجة حرارة غير مرتفعة وخاصة في عمال الصلب والحديد. تلاقوا دائما العمال هاي المعامل الصلب والحديد دائما بيكون الحيط ارتفاعه مثلا 6-7 أمتار وفوق داير من داير معمل الشبابيك مفتوحة، طبعا سبب عشان تطلع الحرارة من المكان ما تظل تأثر على الأجسام تمام. بالنسبة للتشخيص والمعالجة مبكرا، ما في شك التزام فحوص متكررة وفحوص متكررة طبعا بدئية قبل ما يتعين العمل والدورية، فحص إصابات مهنية وأمراض مهنية، اقتراح إجراءات تدابير مناسبة من أجل الوقاية والمكافحة تمام. والمعالجة العاجلة، وأي يعني دائما نحن دائما أي مظهر تسممي بيظهر على العمل لازم مباشرة نوقفه عن العمل، نعطيه تعويض مثلا، نقله إلى عمل أبدا ما فيه من هاي المادة اللي تعرض لها. أشياء كتير مهمة. بالنسبة للرابع عن حد من العجز، كل عامل يمنى أو يصاب يعني بأقل درجة من درجات العجز التي تعرض لخطر مهني يجب نقله فورا إلى وظيفة أخرى تمام. هاي يعني قولا واحدا. إعادة تأهيل، للأسف نحن ما في عندنا هون إعادة تأهيل، ولكن يعني لازم هذا العامل الحكي عنه اللي انصاب وأصيب بعجز بدرجة ما، لازم نحطه في مهنة ما جديدة يتناسبه تناسب إنتاجيته للعمل. يعني مثلا خلينا نحكي أطباء، يعني كثير ما بيشوفوا مثلا حالات معينة بيصيبون كآبي مرات أخونا إسماعيل، فلازم نحطهم في يعني مهن إدارية في آخر عمرهم ما يضلوا في الطب. يعني هلا في دراسة بتقول لك أخي الطبيب مثلا وخلصت محاضرة هلا سمعانين يا شباب؟ ايه سمعانين حكيم، يعني حكيم هو قد ما قطع شوي اخر شيء صوت لما خلصت المحاضره بس سامعين. خلصت محاضره بس عم نناقش في مستقبل الطبيب، يعني اليوم نحن اليوم كاطباء صوت واضح؟ ايه جيد توكل على الله. ايه تمام. نحن اليوم كأطباء لازم مثلا واحد بعد عمر 60 خلينا نقول ينحط مستشار، ما يضل هيك يعني أكيد بيكون مل من الأمراض هاي البسيطة
أو المتعددة والمتكررة اللي تجي على الإنسان، فبيكون اسمه بروف أو مستشار، يعني بيكون درجة ثالثة، يعني مثلا أول مريض أول ما بيجي بيشوف أطباء درجة أولى، بعدين بيستشيره درجة ثانية، بعدين بيستشيره هو درجة ثالثة بيصير. ف وبعد هيك بعد 70 عشان هيك حافظوا على مهني يكسب من وراها قوت يوم بعيدا عن المهنة قضى فيها عمره، وصولا طبيب يبرك في منصب إداري. يعني هلا قطعون أخي هذا الزلم لازم يبرك في منصب إداري، ما يظل يشتغل عمليات، ما يظل يتعرض لستريس، ويعني وأبو 70 ما أخذ الفرح معه، عرفت شلون؟ يعني بيكون أقل حرصاً على حياة المرضى. يعني لازم يكونوا مكتبي، عنده عمل مكتبي، يعني مثلاً بيبرك في طاولة إداري، مثلاً بيكون رئيس أطباء أو مهنة توجيهية إدارية، عرفت شلون؟ أنا بهالكلام اللي معكم بعمل النقابة مين معنا مين مو معنا؟ الشيخ إسماعيل أقول لك اللي فوق 70 بصراحة لازم يبرك ببيته، وهيك لا إداري لا غيره، وكلك الله ما يحمل بملوا بملوا، هذا اللي بركوا ببيته أهل بملوا بركوا ببيت أحسن ما نفقع نحن. أي والله، يلا حياكم الله ونشوفكم بخير، والله يسلمكم. محاضرة يعني هاي مهمة وحاول تدرسوها وسلسة، يعني ما فيها شيء صعب. حياكم الله، نشوفكم بخير دائما إن شاء الله. يلا السلام دكتور عليكم. جزاك الخير يا رب، يعطيك العافية. مع السؤال تحدد لنا إيش المهم في المحاضرة الفقرات، لأنه الصوت كثير كان عم يقطش وما قدرنا نتابع كل الفقرات المهمة. حياكم الله أخي غيث. هل أنا قلت الفقرات مهمة غير مهمة؟ وراح تتقدم كورقة لازم بعدهم حددون إياها أخي إسماعيل، والأمور اللي بتشك فيها راسلني عليها وبحدد لك إياها إن شاء الله. على عيني حكيم، أبشر. الله يعطيك العافية. أهلي أخي غيث، الله يسلمك ويحفظك. سلامات سلامات. حياكم الله، حياكم الله. سلامات.